السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامج كل الجزائريين ما وراء الجدران. اليوم في سهرتنا حيتناولوا قضية نزاع بين والدتين بسبب طفل في عمره 5 سنين، الأولى بيولوجية والثانية مربية. قبل ما نخوضوا في تفاصيل هذه القضية نرحبوا كالعادة بالمستشار القانوني لقناة النهار. أهلا بك أستاذ. شكرا. ونرحبوا بالشيخ شمس الدين. مرحبا بك شيخ. أهلا. إذا مشاهدينا قلنا أنه نزاع بين والدتين بسبب طفل وليد، حيث أنه منذ 5 سنين تقدمت سيدة إلى سيدة ناجية، قدمت لها وليدها بموجب وكالة. هذه السيدة ربات وليد وكبرته، اليوم في عمره 5 سنوات، لكن للأسف الشديد هذه الأم البيولوجية عاودت ظهرت والآن تحاول تسترجع ابنها. السيدة ناجية راهي ترفض هذا الشيء وجات البرنامج ما وراء الجدران تطلب تدخل السلطات وتناشد هذه الأم كذا لك انها تخلي لك وليد بعد ما كبرتيه وربيتيه، ويعني اليوم ترفضي انك تسلميه ليماه. ما نقدرش 27 يوم ماشي حاجه سهله باش تمديها كبرك. نعم، كيفاش يعني حتى ربيتي وليد شكون كيفاش حتى مدته لك يماه؟ عطته لي باسكو لقات روحها برا، كان 6 ايام برا هدايا، كي كان 6 ايام برا وبعد ما كانش واش دير، تحوس اللي منت باش يتكفل به. يعني اكيد إيماه بطريقه شرعيه جابته وليد ولا عن طريق الخطا؟ غير شرعيه. ومن بعد كاينه بيناتنا مراه، قالت لها لهذيك المراه ديجا شدته عند هذيك المراه، قالت لها شديهولي باسكو شطات كنضرب عليه، زايد في افريل مازال شويه البرد، كانت في عمره 6 ايام. ومن بعد قاعده هنا ديك المراه 20 يوم هي تروح تشوفه. نعم. وصبح تروح تشوفه تزوره. وبقات لها قالت لها حوسي لي الناس، يعني فاميليا كونفيونس لي من مدو، ما مدوش لوحدها هكا. هذيك المراه قصدتني انايا، قصدتني انايا كونفيونس، عيطت لي قالت لي شوفي شوفي ولا فوالا يا حوض المراه حبت تمد وليدها. نعم. قلت لها ايه، قالت لي لازم تجيب الكواغ، تجي راجلك تجوتو باش تتكاتبوا. انت كان ما عندكش دراري؟ انت ما عنديش دراري. يعني كي جاتك هذه الفرصه ما قدرتيش تفوتيها، قبلتي بالعرض هذا وربيتي وليد؟ بيان سور بيان سور، ربيتو اكثر من وليدي 27 يوم ماجيني. صح. جبت 2 كيلو، وزن 2 كيلو، هاوليك الكامي تاعو عندي 2 كيلو. بعدها كي مدته لك اختفات؟ اختفت. ومن بعدك بداو المشاكل. ومن بعد وقتاش بدات المشاكل تظهر؟ كي الحقان عام، كي الحقان الحقان لحقت لي لا كونفوكاسيون للدار 3 على خطره، لحقوني. بعد بقاو يومين باش يوقفوا، رحت بالجريان بجايه باش نحبس باسكو ما كنتش على بالي. ومن دوك حتى ندير المحاميه بعد بدا. وهي كي سلمته لك ما قالتلكش انه نولي ليه على عام؟ ما قالتليش. هاي ديك الكفاله تما ما كان حتى شروط، باسكو من بعد هي في درجه قالت لهم بلي عطيته لها باش كنت راح ندير عمليه وهذيك وهذيك، ما كان حتى شروط. هاي ديك الكفاله شوفي حبت تمدو سنيات، باسكو لو كان كاين شروط انا ما نقبلش. انا ما نقبلش كون كاين شروط هكذاك باكزوم هكذا ما تعاود تحولي، ما نقبلش. نعم. ما كانتش تزوره خلال كل هذيك المده العام هذاك؟ ما كانتش تجي تصرف عليه تشوفه وتتصل بك ربما؟ جامي جامي، ما كان حتى الاتصال بيني وبينها، ما كان حتى الاتصال. نعم. اليوم بعد 5 سنين كذلك رفعت عليك دعوه والحكم قال ليها انه الحضانه تقول للام البيولوجيه. بيولوجيه. نعم. مع التحقيق وليد. وليد قيم 30 كيلومتر. راك جيت في التلفزيون لازم تقعد على التلفزيون. وليد تقعدت في التلفزيون قصدك نعطيك البورتابل. خلاص وليد خلاص وليد يقدر ربما يغادر الاستوديو، يقدر يقول معليش معليش. وليد تروح مع سونيا. وليد نعم، لانه يعني قلنا 5 سنين الان كاين حكم لصالح الام البيولوجيه. اي حكم، قرار قرار نهائي، وانت ملزمه الان انك ترديه لها. جز نفسي بطم دوكا باش نسلمو لها في دار شرع في شراكه. واش حديري؟ لازم تسلميه وتردخي القرار. وراه القلب وراه الكوراج. وين راح تديه؟ قنعوني برك، قنعوني بلي كاين وين راح يعيش شويه. نشد روحي يروح لبرا. مازالها يعني يماه برا؟ يروح لبرا، برا ما كاش، روح لبرا. ولكن ديجا لو كان عندها الدار ما تمدهوليش، كون عندها الامكانيات ما تمدهوليش. اكيد ما كاش واحد يمد وليدو يكون عنده كلش دراهم والدار ما تمدوش. ولكن يماه في الختام تبقى يماه. يماه على بالي يماه، بصح علاش تعطيهولي؟ نعم. 27 يوم دوكا كيلحق 5 سنين و3 شهور
شي حاجة سهلة ليه هو يتصدم، خلي دوك أنايا هو يتصدم. ديجا عنده واحد كان جو منين شافها ولا صفر وقلبه يخبط بدا يترعد، بعد واحد ثلاث أيام ما يقدرش يهضر. على بالي قلت له حكيت له كنت نهضر له عليه عندك يماك، باسكو أنا كنت قاعد عندي يكبر ونهضر له باش ما يتشوكاش كي يكبر. عندك يماك ولداتك أنا ربيتك وهذاك وهذيك، فهمتو على كلش، فهمتو ما خبيتش عليه، ماشي حتى يولي كبير وبعد نقول له أنت جبت، ماشي هكاك. نعم حكيت له. نعم شيخ، نشوفوا أنه هذه الأم اللي ربات وكبرت وسهرت وكذا، نعم، صدر قرار أنها ملزمة باش ترجع وليد لأمها البيولوجية. يعني نقدر نلخص هذه المشكلة فيما يلي: في اللحظة اللي المرأة دير الزبلة ودير الخطأ وجيب طفل في الحرام، هذيك اللحظة تولي تحوس تستر العار تاعها بأي ثمن، ولذلك جابته لك لو كان صابت هي تخلص هذيك اللحظة، تقول لك نعطيك دراهم وشديه لي. هذيك اللحظة كنت عزيزة وكنت صالحة وكنت مؤمنة وكنت تخافي ربي، لأنك راكي استرتيها، اديتي طفل داويتيه وهو مريض. أنا عارف بلي مريض الطفل هذا ولا لا لا، قعدتي معاه في المستشفيات، خاص المستشفى باينام. العيد الكبير نجوزو في باينام، العيد الصغير لقاني في السبيطار، جامي تجوز في داري. داويتي وكلتي شربتي كسيتي لبستي، والمرأة هذه ما راناش عارفين وين راهي. بعد 5 سنوات كي ولا طفل باين وراحت مرحلة الفضيحة وراحت مرحلة الإرضاع والتعب، تجي تقول لها أعطيه لي. أولا شرعا، خليني أقول لك شرعا، هما الأستاذ يقول لك قانونا، شرعا هذه المرأة تسقط حضانتها، لأن المرأة لهذه طريقها تاع شوارع وتجيب أولاد في الشوارع هذه تسقط حضانتها شرعا، القاضي استقطار حضانة. كيف تعاودوا تعطوا لها طفل تربيه وهي راكو عارفين وضعيتها ومين جابته واش دارت واش كانت، ثم تاخذه من بيت محترم الى الشارع؟ هذا لا يليق. يعني ما المفروض ان تسقط حضانتها، جابته لك درته كفاله واقعيه حقيقيه بلا قيد ولا شرط. المفروض ان المحكمه تحكم لصالحك وان يبقى الولد عندك، لان القضاء في الشريعه الاسلاميه ينظر الى مصلحه الطفل، وما هوش من مصلحة الطفل أنه يروح عند أم يعني الأخلاق نتاعها سيئة. وكما تعلمون جابتهم خارج الزواج، أنا لا أتصور كيف يعود إليها الآن. ولكن الشيخ، هو ماهيش من عادة البرنامج أنه يعلق على الأحكام القضائية، يعني سواء كانت ابتدائية أو نهائية، ولكن أيضا من عادة البرنامج أنه يوظف بعض الخبرة وبعض القانون اللي نعرفوه، وهذا من حقنا طبعا أننا نحكيه. يعني حتى الشيخ، انا نقول لك حتى العنوان هذا السيده ما عندهاش عنوان اصلا، غير موجود يعني حتى في الاحكام القضائيه، هو عنوان محاميها يعني ما عندهاش عنوان. يعني كيفاش تبلغ؟ الا يكفي عندها تبلغ لها عند المحامي، مكتب محاميها. يعني هي ممكن تكون خبات عنوانها باش ما يكتشفوش الاهل تاعها، وممكن ما عندهاش عنوان اصلا. يعني انت القاضي لما تحكم بالغاء الكفاله يقدر يكون امر قانوني، ولكن مصلحه المكفول مهمه جدا. انت تتعامل مع انسان، ماكش تتعامل مع ملف، هذا ماهوش ملف عقاري ولا ملف تجاري ولا تتعامل مع وثائق وفاتورات، انت تتعامل مع طفل، مع حياه الطفل، مع المستقبل تاعو، مع ظروفه النفسيه. في الحضانه يراعي القاضي في جميع الحالات مصلحه المحظون، حتى في الكفاله. يعني انا شفت بانه من بين الحالات القليله اللي ربما نطلعوا فيها على الملفات، تسنات لنا الفرصه اننا نشوفوا هذه الوثائق. من بين غرائب هذا الملف انه مجلس قضاء بجايه حكم في هذا الملف في الغاء الكفالة في سنة 2014، وأسند الطفل من جديد إلى أمه الطبيعية، رجعوا لها. ومن غرائب التناقضات اللي يشوفها في بعض الأحكام أنه مجلس قضاء تيبازا في سنة 2016 عاود دار نفس القرار، يشبه القرار الآخر. كان ممكن إذا وصل إلى علمه بأن القضية يفصل فيها في بجاية يرفض الدعوة اللي سبق الفصل فيها، لأنه خلاص في بجاية فصلوا في ملف خلاص. ولكن الآن ايضا من العجائب انه التقرير اللي دارته المساعده الاجتماعيه لعينها مجلس قضاء تيبازا يقول بان الطفل يعيش ظروف حسنه ومستقره وتربيه سليمه، تربيه اخلاقيه صحيه، كل شيء. يعني كل شيء في صالح هذه السيده. ومع ذلك هذا الشيء كله ما شفعش في هذا الخبره، وما شفعش في هذا الطفل باش يبقى في احضان
انا دائما كنت نقول بانه انا ما يهمنيش الطفل عند من يتربى، لانه احيانا الطفل يتربى عند والدين قاسيين، لكن البيئه لازم يهمني. انا ما يهمنيش كل الاسم تاع الاب ولا اسم الام ولا شكله ولا لونه، تهمني المعامله وتهمني الظروف. الان انا قلت لك بديتك بانه هذه السيده ما عندهاش اصلا عنوان، يعني انا شفت بان قضاة المحكمه اللي هم اقل خبره وهم من الشباب، سواء على مستوى محكمه شرقه او على مستوى محكمه بجايه، في زوج رفضوا انهم يسلموا هذا الطفل الى الام، ادراكا قلت بانهم شباب، ولكن العجيب انه لما تروح الى قضاة اكثر خبره في المجلس يروحوا يلغيوا كل شيء ويعمروا بتسليم هذا الطفل الى امه الطبيعيه، حقيقه هي امه الطبيعيه. ولكن انا قلت لك ما عند اصلا ما كانش عنوان، يعني انت مديت الطفل لامه ولكن بدون عنوان وبدون وضع، يعني ما كانش دراسه ولا خبره ولا تقرير ولا كل شيء يقدر يصب في مصلحة هذا الطفل. ولكن أستاذ هنا فيه تقرير، راحوا زاروا الأم وزاروا الطفل وشافوا كيفاش راهو يتربى. لا هل راحوا تفقدوا الأم وهي عايشة؟ القاضي اللي قاضي شؤون الأسرة في مجلس قضاة بازالي أمر بالمساعدة الاجتماعية دير تقرير على أساس أنه يتنور. وهل بحثوا عملت له تقرير؟ قالت بأنه من الأحسن، ولكن بعد رجوع التقرير حكم خلاف للتقرير. يعني أنت أصلاً علاش أمرت بالتقرير؟ أنت راح تصدر قرار خلاف لهذا التقرير، يعني لو كان جاك سلبي ممكن تبرر تقرير القضاء، ولكن هذا ليس من باب تعليق الاحكام ولكن من باب مقارنه الواقع بالقانون. استاذ انا هذا الذي اردت ان اشير اليه، داروا تقرير على حاله المراه المربيه والتقرير كان ايجابي، انا اريد ان اسال هل داروا تقرير على حاله الام الطبيعيه؟ اين هي المسكن نتاعها وش يدير؟ من اين ترتزق؟ ما شكون يجي لبيتها؟ هل هي امراه محترمه؟ الان درتوا تقرير على الام المربيه، جيد، او كان تقرير ايجابي ورغم ذلك ما عملش به القاضي. هل درتوا لنا اين التقرير على الام المربيه؟ ما عندكم عنوان، ما نعرفوا السكن تاعها، ما نعرفوا اخلاقها، ما نعرفوا والو عنها. حتى معلومات عليها. يعني بعد 5 سنوات تجي لي تقول لها ردي لي الطفل. وين تردوا لها؟ اي خلاص. هو الشيخ اسمح لي، والتطبيق آلي، تطبيق آلي يعني اوتوماتيك للقانون، بالرغم ان القانون الماده 124 في قانون الاسره تعطيك انك تراعي مصلحه المكفول. انا مصلحه المكفول عندي اهم، هذا الطفل مستقر، يعني الام تاعو تقدر تزوره وهو مستقر. الان انا ما فكرتش فيه، يعني تنقله من 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 واقع ومن ظروف معينه، بعد 5 سنوات تنقله الى بيئه اخرى ما يعرفهاش، ما يعرفش، رايح نحو المجهول، حتى لو كانت امه، لكن هو رايح نحو المجهول. يعني هذا الامر نظن بانه، نعاود نقول لك مانيش نعلق على حكم قضائي، ولكن نظن بانه في غير صواب انك تنقل الطفل من هذه الوضعيه الى هذه الوضعيه. لانه الان انا نقول لك كاين كثير من الاباء والامهات ما يستاهلوش ابناء، لازم تنحيهم لهم وتمدهم لاشخاص اخرين. اذا وصلنا لهذه الطريقه عرف ان المجتمع يسير في الطريق الصحيح. ولكن راهي ترفض انها تسلم، ربما وفيه قرار نهائي وسائل تحت طائله قانون العقوبات اذا رفضت، لانه قانون العقوبات واضح، عدم تسليم طفل قضية جزائية ويعاقب عليها قانون العقوبات. ولا عمل الحبس عندك 13 سنة زواج وليس لك يا أطفال، ودرتي حاجة عظيمة أنك قبلتي تربي طفل وجبتيه في عمره 27 يوم 27 يوم والآن في عمره 5 سنوات 5 سنين و3 أشهر. فهذه 5 سنين و3 أشهر كنت فيها أم، يعني التجربة بينت بأنك أم، ربيتيه وكلتيه كسيتيه داويتيه نظفتي له وراكي مستعدة غدوة يدخل المدرسة وهكذا. منين جبتو شهر في عمره هو مريض ونفس بك؟ يعني هذه الأم البيولوجية يعني ما تخميش في هذه المسألة، أنت جبتي طفل من الخطأ، يحاسبك ربي على الشيء اللي درتيه باش جبتي هذا الطفل. نزيدك نقطة، وهذه داتو بالصواب بالحق. يعني نزيدك نقطة خطيرة جدا ربما ما تحدثناش عليها وربما ماش حنتحدثوا عليها، انه الان بموجب هذه الاحكام هذه السيدة تعتبر اجنبية عن الطفل، ما عندهاش حتى حق انها تزوره، يعني انقطعت العلاقة تماما. يعني شوف يعني هذا الجمود، هذا التطبيق الجامد للقوانين وين يخليها بعد 5 سنوات لاني اصبحت امه حقيقية. الان ما تقدرش تزوره لانها اجنبية، ما عندها حق تروح للقضاء، ما عندها الصفة، لانها الان ما عندها الصفة معاه، ما تقدر تزوره، ما تقدر تشوفه، ما تقدر، انتهت العلاقة معه، وكأنها كانت في حوزتها شيء جامد، يعني آلة ولا أي شيء، وثم عودت رجعتها لأهلها.
واذا ما سلمتوش قد تعاقب بالسجن. نعم بالسجن طبعا بتهمه عدم تسليم طفل. سيده ناجيه ربما حاولتي تهضري مع الام تستعطفيها ربما تتفهم ظروفك خاصه وانه راهي في الشارع قلتي ما عندهاش مسكن ما عندهاش. قلت لها وين تديه؟ تلاقينا في الشارع على دانيا فوكي وقفنا قلت لها وين تديه؟ قالت لي نديه عند وحده تاع سهولي. عاودي قولي لها نادي باش يسمعوها. قالت لك نديه عند وحده تاع سهولي يعني ماهيش ناويه تديه عندها. والله العظيم قولي لي هي الان متزوجه عندها زوج ولا لا؟ لا اين تعيش؟ تعيش في وقاص. في اوقاس معروفه في اوقاس يعني أنا نهار كي رحت مساعدة اجتماعية حوست عليها قالت لا قالوا ما كان ما حتى المرتب هذا الاسم رحت. اسمحي لي يا أختي أنا أخشى ما أخشاه في مثل هذه الحالات أن الطفل سيعطى لمن يدفع أكثر. لابد نعترف بلي كاين أمهات عم يجيبوا أطفال يعني خارج الأحكام الشرعية وعلى بالهم بلي كاين ناس عندهم عقم ما عندهمش أطفال ولاو يمدوهم لمن يدفع أكثر. لذلك مدى بي القضاء يعيد النظر في هذه المسألة. هذه أم ربات هذا الطفل 27 يوم جابته بعد 5 سنوات ردي لي وليدي كأننا نتكلم على آلة سلفت لها فيلو ولا سلفت لها تلفزيون ولا يعني. اسمحي لي فقط أنا نقرأ لك مش من عادتي أيضا نقرأ الوثائق ولكن نقول لك بأنه المساعدة الاجتماعية تقول خرجنا راضيين جدا باعتبار ان اولياء اللي كافلين هذا الطفل اشخاص مسؤولين يعني هذا ملخص. وبالمقابل يعني يقولوا يعني ان السيده الوالده الطبيعيه تاع هذا الطفل تقدم عناوين غير مكتمله فهذا الشيء يدل بانها انسانه غير جاده. هذا التقرير وش يقول؟ ومع ذلك هذا التقرير لم يشفع ولم تراعى مصلحه المكفول وهذه حقيقه كلمه حق لابد ان تقال لأن الأهم في كل شيء في كل هذا هو هذا الطفل وراح ينشأ وأي بيئة راح ينشأ وأي مستقبل ينتظره وأي مسؤولية تنتظر مصالح الدولة مستقبلا. أستاذي قانونيين كاين حل يقدروا يزيدوا يفتحوا الملف ولا انتهى؟ طبعا هي الآن عندها التماس ممكن تعمل التماس إعادة النظر على أساس أنه كاين كثير من المعطيات ولكن قليل وين وين يمشي. لازم يكون نقول لك أن القاضي لما يتجرد بعض الشيء من القانون، القانون موجود ولكن اهم شيء في القانون هو الروح، روح القانون يقدمها القاضي. القانون ماده جامده، روح القانون هو القاضي اللي يجتهد ويقدمها. لما يحس بهذا الطفل ويحس بهذه المشكله اصلا يقدر ما نقولوش يخرج على القانون ولكن يقدر يستنبط من القانون الشيء اللي يقدر يمنح بموجبه الكامل الاهليه لهذه السيده ويرفض طالب الام ولكن تقدر تكون عندها حق حتى حق الزياره. استاذ وبعد ما يسلموا الوالده الحاله الطبيعيه اجنبيه الان انتهت علاقتها بالطفل هل راح يكون فيه مساعدين اجتماعيين يخرجوا يقوموا بتحقيقات يشوفوا هذا الابن كيفاش راهو يعيش؟ لا انا قلت اكثر من مره لا توجد متابعه. ما كانش القاضي يمنح الطفل لجهه معينه ثم ينتهي امر ينتهي تنتهي العلاقه. يعني كي تسلموا ليماه ما عرفناش بعدها تبيعوا تروح تطلب به تعمل به اي شيء ما كانش متابعه يعني انتهى القاضي ينتهي تنتهي السلطه تاعو وينتهي قراره بمجرد انه يمضي القرار ينتهي الامر بعد ذلك ما كانش متابعه. انا انصحك يعني اذا كانت النصيحه صحيحه انت عندك نقطه قوه وهو التحقيق الاجتماعي. المحققه الاجتماعيه راحت لبيتك وحققت وكتبت وكانت صادقه فيما تقول. انا انصحك ان تلتجئي الى المجتمع المدني. جمعيات حمايه الطفوله عندهم علاقات وعندهم نفوذ وعندهم محامين وعندهم يعني مراكز يقدروا يستقبلوك ويقفوا معاك ما توليش قضية لأن الطفل تعاودي ترديه لهذه الأم وهذه الأم قالت لك نعطيه واش قالت لك؟ نعطيه الوحدة ماناش عارفين تبيعه ولا دراهم ولا فأنا أدعو المجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن الطفولة أن يتدخلوا في هذه القضية لأني مانيش نتصور كيف تنحيه ولا أنت خلاصك يا ربيتي الكبدة على الطفل هذا وما عندكش أطفال يعوضوك على حنان الأم. ليش على بالك يخرج من داري ما تمنيتش نزيد نعيش على بالي هو راح يموت أنا حبيت نموت معاه ما يكذبش عليك حتى واش وهذا واش نقول نهائي يخرج من داري ما تمنيتش نعيش خلاص. هذا الأم عندها ماليها باباها خاوتها ماهيش تعيش مع موليها عندها 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 ناس عندها. يعني ممكن تلتجئ إليهم يتوسطوا يديروا الجماعة. درتي كل شيء باش تحتفظي درت كل شيء طرقتي كل الابواب كل حاجه ما كنتش تخيلي ربما ولو لحظه حياتك بلا والينز
ما كيش انت الوحيدة يا أختي، شعال أنا أقول لك أنا عوضت علي شعال من القضية. عطني هو يخرج من باب داري ما علي باليش هو رايح، هذا واش قتلني؟ وين رايح؟ قنعوني بلي راح للدار، راح وين؟ قاعد لي هكذا في الكل، هذا واش قتلني؟ يعني ولا واحد يقدر يجاوب، وللأسف يعني حتى القاضي وهو يحكم بملحظ الطفل لأمه الطبيعية، ولو أنها أمه، ولكن صدقيني والله ما هو عارف وين رايح هذا الطفل. ما على باليش وين رايح، لانه اصلا يعني انا ندير في بالي العنوان غير موجود، ما صافي برا العنوان غير موجود، يعني العنوان حتى اذا حبينا نتصلوا به مستقبلا ما كانش عنوان، يعني العنوان هو عنوان المحامي، والمحامي يقول لك انا خدمت قضيه والان انتهى الامر، ما عنديش علاقه بهذه السيده. صحيح، جيتي البرنامج ربما تكون فيه حل ان شاء الله، قدمي طلبك وجه لها نداء رسالتك. واش نقول واش نقول لهم؟ راني حكيت كلش، هو ملايكه يخزروا ليه، انا ما نهضر والو، هما دوكا يزود مع الوثائق هذوما، واش هضر الاستاذ، واش هضر هدايا ثاني الشيخ هدايا، ما كاش واش نزيد ندائي انايا الولد هذا يخرج من الباب تاع داري يروح للجحيم خلاص. كاين في حل قانوني ربما كما قال لك الاستاذ، مش كاين شنو قالوا لي 19 في الدار الشرع ملزمه، والا حتكون تحت الحكم العقوبات. نظل باننا امام حكم نهائي، انا نقول لك يعني بعدك لك الا انك تمتثلي لهذا الحكم، لانه من باب سلوك حضاري، يعني ما تقدريش تدخلي تحت متاهات اخرى ومقاضات اخرى، ولكن احنا قلنا الشيء الذي لابد ان يقال. انا اطلب من الدوله متابعه هذه القضيه حتى لو كان ينحيوه لها، ويروح الطفل عند امه الطبيعيه تابعوه. واو. هل يبقى عندها ولا راح تمدوا لغيرها؟ اذا راح تمدوا لواحد اخرى الافضل يبقى عند امه اللي رباته وداته 27 يوم. يعني المتابعه ما يكفيش، ممكن نعطوها ليمه الطبيعيه وما تروح تتسول به ولا تبيعه ولا ما ناش عارفين وين. مش تقولينا في الختام ربما يعني قضيتك تخمم مليح، تخمم مصلحه وماش تخمم عليا، تخمم المصلحة تاع وليدها باسكو هو مريض، هي اللي تخمم عليه نورمالمون، وليدها هو مريض يقعد عندي يتداوى يكبر شويه، كي يكبر يا اختي كي يقدر روحه يحب يروح عند يماه هو يقرر، على بالي بلي قدر روحه، على بالي وانا ورايح دوكا، وانا على بالي وانا رايح، هو بدات ما على بالي شوين، انا ما على بالي شوين، نقعد دوكا في داري نرقد نقول يا درا وين رقد هو، او داخل الدار او برا، نقعد ناكل نقول بالك انا ناكل هو ما واش ياكل، بالك هو يطلب برا هو يتبع الناس يعطيو له ياكل، قعدت لي هكذا في راسي. حسبي زوجتك ربما علاقته مع والد كيفاش؟ نعم زوجك كيفاش علاقته مع والد؟ علاقته هو ديجا اللي دار له هذا الفشوش ديجا، قول لي خلي يدير عندي غير هذا، خلي يدير واش يحب، عندي غير هذا، هذه الكلمه برك خلي يدير واش يحب. واش نقول لك بما انه فيه هذا الحكم هذا القرار النهائي ملزمة انك تلمه ما كاش الا اذا حن قلبها شويه ربما وراعات ما سمح لهاش ديه يموت تصرب بحاجه ما سمحهمش كامل. حسبي الله ونعم الوكيل، انا خاطيني انا كي خرج من داري خاطيني الذنوب تاعو درت اللي ما قدرتش نديرو درتو، على الاقل تروح تزوري هذا على الاقل ما تحرمكش منه وتقدري تزوريه ان شاء الله. ما تدينيش قلت لها هذه الخطره، قلت لها نجي زعما نشوفوا وين راكي ساكنه، نجي نشوفوا قاعتك نجي نشوفوا ومن بعد قالت لي باسكو شغل هي تعيش مع واحد هكذايا، قالت لي انت متاكده من هذا الكلام؟ والله العظيم قدرت هذا يوقع تحقيق فقط ان هذا المراه لا تعيش وحدها، وهذاك زوجها ولا براني قالت لي ما يحبش زعما باش تغلق البيبه باش نروح ما نتبعها ما نحوس ما نشوف وراه ديه برك خلاص تما خلاص كلش بعد ربي معاه مسكين واش ندير له انايا، ان شاء الله يكون فيها خير يا ربي. واش نطلب منك يا ربي؟ هاو في بين يدو، نعم انا اللي عليا درتو، هاو بين يدو كما يحب ان شاء الله. يعني شكرا ما نقدرش نزيد فوق هذا الشيء، نزيد فوق هذا الشيء الحبس تحبس. واش تعبتم بعد لا فن نخرج؟ لا لازم تلميه نزيد نتحبس
نشكرك. ربي يهديهم. ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله في هذه القضيه. ان شاء الله. الحبس ليس لامثالك يا اختي. التقرير يقول نجم الدين وحيد بحاجه خاصه الى جو عائلي مستقر. الخبيره هكذا تقول. نعم. الى جو عائلي مستقر يعني. وانت توفرتي هذا الجو العائلي المستقر. وهي قالت لك نديها باش نمدوا لوحد العائله. ولكن القوانين في كثير من الحالات توضع حلول، ولكن في بعض الحالات تعقد الوضعيات اكثر. لما تروح للقانون يعقد لك الوضعيه اكثر، لانه مشكله القضاء ربما ما نقولكش في كل العالم، ولكن يتعامل مع الامور بجمود. يعني حبذا لو يستعملوا القضاة اكثر روح القانون في كثير من الحالات لما يتعلق الامر بالانسان. لما ليش نتحدث ولا قضيه شركه او قضيه عقار او قضيه اشياء جامده. القضيه فيها انسان وفيها طفل يعني. خاصه طفل. ما يقدرش يقاوم قاعد بانك من حيث برون بلس مريض كلها في صدره. انا افتي بسقوط حضانه هذه الام. اللي نعطيك الفقه واش يقول. هذه الام حسب اقوالك يعني. دوك اذا ظهرت بانها صالحه وتقيه ومؤمنه وشفيقه عندها الشفقه على اولادها شيء اخر. لكن هذه تسقط حضانتها. والحضانه للام اللي عندها شفقه. شكرا. شكرا الشيخ. مرة أخرى شكرا لك سيدتي.